تطبيقا لتعليمات السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية والسيد والي ولاية أم البواقي، تم تخصيص 4 فنادق على مستوى الولاية بسعة 300 سرير، وقد تم استقبال وإسكان 60 مواطن كانوا في تونس الشقيقة، وهم الآن تحت الحجر الصحي بفندق الحراكة ببلدية عين البيضاء. وكما نذكر أن كل المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الفنادق قد أبدوا رغبتهم في جعل فنادقهم كمراكز حجر صحي للمواطنين الذين تستقبلهم الولاية، وذلك بالتنسيق مع خلية الأزمة التي المشكلة على مستوى الولاية وعلى مستوى الولاية، وذلك مع بمعية مديرية السياحة والصناعة التقليدية ومديرية الصحة والسكان.